اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا عبر قناه روتانا خليجيه وبرنامج يا هلا في الجزء الاخير من برنامجنا وقضيتنا الشائكه الرهن العقاري والمعادله المجنونه، حيث راهن عدد من الخبراء العقاريين على صرامه اللائحه الجديده التنظيميه والمختصه بنظام التمويل العقاري في المملكه، والتي نشرت في وقت سابق على موقع مؤسسه النقد العربي السعودي، والتي من المتوقع ان تساهم بشكل فاعل في رفع معدل تلك تملك المواطنين للمساكن خلال الخمس سنوات القادمة. وأيضا مشاهدينا الكرام يكون هناك تفعيل أكثر لدور الرهن العقاري، ويصحب هذا الموضوع وهذه التفاؤل الكبير من الجهات المعنية تشاؤم كبير وتناقض كبير وضبابية كبيرة من قبل أفراد المجتمع في مثل هذه الخطوة التي كان عنوانها الرئيس في مصلحة المواطن، والآن تحولت إلى معادلة عكسية وضبابية في هذا الموضوع. صرنا للحديث حول هذا الموضوع أن يكون معنا المهندس خالد العثمان الخبير العقاري رئيس التنفيذي لشركة مبادرة السعودية للتنمية. أهلا وسهلا مهندس خالد. حياك الله. يعطيك العافية. بداية المهندس خالد، يعني الأنظمة كانت موجودة منذ تقريبا 5-6 أشهر والأمور واضحة، لوائح ولا أحلى على بالعامي، لكن التنفيذ الاستفهامات الكبيرة من قبل العامة. يعني حدثنا أكثر عن أنظمة الرهن والتمويل وهالتفاصيل اللي المواطن اللي هو صاحب المصلحة ما هو عارف وين يكون فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مشكلة أنظمة الرهن والتمويل العقاري أنه علقت عليها أمال كبيرة وصور للناس كما لو كانت هي حل سحري لأزمة الإسكان في المملكة. هي في الحقيقة واحد من عناصر الحل، والنظام زي ما تفضلت صدر قبل حوالي 7 أشهر، صدرت اللائحة التنفيذية بشكلها النهائي قبل حوالي شهر وشوي، كانت صدرت في مبادرة من مؤسسة النقد، يعني شكرناها في وقتها، صدرت في مسودة أولى في بداية السنة وعلق عليها بكثير من الملاحظات وردود الأفعال، وصدرت النسخة النهائية اعتمدت وبدأ نظريا أو عمليا الآن هي في طور التطبيق. نظام الرهن العقاري ومنظومة أنظمة التمويل العقاري الجزء اللي يتعلق بمؤسسة النقد فيها على أرض التطبيق، يبدأ تطبيقه الفعلي عندما تقدم شركات التمويل العقاري منتجاتها العقارية ومنتجات التمويل العقاري بموجب نظام الرهن إلى مؤسسة النقد لاعتمادها للتنفيذ. أكثر الجهات جاهزية الآن هي البنوك طبعا، وأربع شركات للتمويل العقاري عاملة في المملكة من 3 أو 4 سنوات، ومطلوب منها بموجب النظام أن تعيد تصحيح أوضاعها والتماشي مع متطلبات النظام في مدة قدرها 2 سنين. لكن الناس في النهاية تريد منتجات. أنا أعتقد أنه مهم أنه ربما إذا استطعنا في هذه العجالة، أنا ودي أركز على بعض النقاط في اللائحة التنفيذية. نعم. اللي أنا أعتقد مهمة يعني جدا طرحناها أنا ودي أنها توصل للصورة العامة، وإحنا طرحناها حتى على أسماع مؤسسة النقد في مناسبات سابقة. أنا أعتقد أنها بكل الجهد اللي مؤسسة النقد والجهات التشريعية حرصت على تفعيل دور أنظمة التمويل العقاري لأداء دورها الحقيقي، الحقيقة أنه بعض النقاط في اللائحة خاصة لائحة نظام التمويل العقاري تحتاج مراجعة، وأنا أعتقد تحتاج مراجعة جادة على أرض التطبيق. أمر لك عليها بسرعة إذا تسمح لي. نعم تفضل مهندس خالد. أول نقطة يعني مهم جدا التركيز فيها على 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 خطر كبير هو غياب التمييز أو غياب العدالة في التعامل ما بين المؤسسات المصرح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري. المؤسسة النقد في أنشطة سابقة وفي أنظمة سابقة فرضت على البنوك التجارية فصل أنشطتها مثلا في نشاط التأمين وفي نظام الوساطة المالية والإنفستمنت بانكينج والآخر. في نظام التمويل العقاري كان هناك مطلب متكرر أن تشمل اللائحة أيضا إلزام للبنوك بوقف ممارستها وقيامها حاليا بتقديم خدمات التمويل العقاري من خلال نعم. البنوك التجارية بشكل مباشر أنها تفصل النشاط. أنا أعتقد أن هذا الأمر في الحقيقة في خطر كبير على شركات التمويل العقاري القائمة والحديثة. نعم. لأن البنوك هي اللي كاشرتش، هي اللي عندها السيولة العالية، وبالتالي هي ستحد من يعني حتلعب دور منافس أمام شركات التمويل العقاري من ناحية. من ناحية أخرى هذا يحد في الحقيقة من دور البنوك أساسا في دورها الأصلي الأساسي في كل دورات التمويل العقاري الأخرى في العالم كله. عادة البنوك التجارية دورها محدود موجه لدعم السوق الثانوي من خلال شراء صكوك القروض. نعم. اللي تصككها عادة شركات التمويل العقاري. هذه الخلط والازدواجية أنا أعتقد أنه فيه يعني خلق مناخ غير مشجع لشركات التمويل العقاري اللي المفروض أنها هي المختصة. نعم. في هذا الأمر للأسف يعني البنوك صعب عليها تغير آليات عملها. نعم. عن طريقة التمويل العقاري اللي كانت تمارسها عشان تمول بموجب أنظمة الرهن العقاري، هي يعني قوتها في السيولة حتعطيها موقف وحتى التغيير هل راح يكون
يعني التغيير اللي في البنوك الان مع النظام الجديد هل راح يكون على حجم التفاؤل؟ لا ما حيكون على حجم التفاؤل، ولا والمشكله انه مؤسسه النقد سمحت للبنوك بممارسه انشطه التمويل التقليديه زي ما كانت تقدمها في السابق. اجل وش اللي كان اذا ما اعطينا ميزه للحلول التمويل العقاري والرهن العقاري في هذا الموضوع، وسيطرت البنوك على السيوله ستحد من دورها في دعم الشركات من خلال شراء سوق. امر بسرعه على بعض النقاط. يعني بعض النقاط اللي مثلا ما في تنسيق مع وزارة العدل مثلا في جانب يتعلق ببعض الاستفسارات، لكن النظام مثلا ينص على هذا، يمكن نجي نتكلم بعدين على موضوع الخدمات اللي في الجانب حق الرهن العقاري أنظمة المكاتب العقارية، لكن النظام يفرض على شركات التمويل العقاري فحص المنشأة هندسيا كل 3 سنوات والتأكد من ثبات قيمتها. احنا عندنا خطر كبير جدا انه نظام التقييم العقاري، نظام هيئة السعودية للمقيمين ما فعل، مفاهيم التقييم لا زالت كثير عشوائية، في خلل كبير جدا في تقييم المنشآت العقارية. مهم اننا نذكر المشرع انه أزمة الرهن العقاري الأمريكية لم تكن أزمة بيع ديون ولا أزمة رهن، هي كانت أزمة تقييم، كانت أزمة تقييم خلق conflict of interest قام من خلال المقيمين العقاريين بتضخيم قيم العقارات في ظل السلوك، وبالتالي أصبحت هناك انتكاسة، وبالتالي أصبحت في انتكاسة يعني كرة الثلج تضخمت. نعم يعني أنا مثل هل خلينا نقول الخلل اللي موجود الآن فيها، هل تتوقع أنه يتم تلافيه الآن خاصة في المراحل الأولية؟ صح، أنا أرجو أن يتم تلافيه، إحنا لازلنا لم تقدم أي منتجات، فأنا صحيح. أعتقد أنه تلافيه جائز، والتلافيه في صلاحية مؤسسة النقد هي اللي وضعت اللائحة. نعم حسن. في يمكن 3 أو شركة طبعا راح أرجع للبعض، لكن تحدثنا عن المكاتب العقارية الآن، أنت تتحدث أنه بجانب البنوك اللي تقدم الخدمة هي 3-4 يعني خلينا مو مكاتب، شركات تمويل، شركات التمويل العقاري 3-4 هل تتوقع يكون في نوع من الاحتكار، نوع من الأشياء اللي ممكن تضايق حتى المواطن البسيط اللي حاب يستمتع بها؟ لا يفترض أن يحصل ذلك. الحقيقة أنه 4 شركات عدد قليل على حجم الطلب الكبير على منتجات التمويل العقاري. المؤمل كان أنه يعني هذه الشركات يشكر لها أو يحمد لها أنها بادرت بالتأسيس وتجهيز بنيتها التحتية استباقا لنظام الرهن العقاري والتمويل، لكن المشكلة في الأنظمة واللوائح أنها تحد من تنافسية هذه الشركات، وبالتالي لا تشجع أيضا على تأسيس شركات جديدة. نعم. في جانب المواطن، النظام في اللائحة فرض أن لا يزيد كم التمويل عن 70% من قيمة التمويل، هذا معناه أن 30% مساهمة المواطن النقدية. صحيح. أنا أعتقد أنه هذا تراجع، يعني في الوضع صحيح. الحالي البنوك تقدم حلول تمويلية بحوالي 10-15% دفعة مقدمة. النظام فيه خلل كبير جدا في أنه لم يمنع، يعني أكبر خطر في نظام الرهن العقاري أن يستخدم الرهن العقاري وسيلة لتسييل العقارات المملوكة حاليا. المفروض أن يوجه نظام الرهن العقاري لتمويل العقار المشترين لشراء عقارات جديدة، لشراء منتجات سكنية جديدة. يجب أن تنص اللائحة، ونكرر الكلام على مسامع مؤسسة النقد، يجب أن تنص اللائحة ويجب أن تمتنع مؤسسة النقد عن الترخيص لأي منتجات تمويلية تستخدم الرهن العقاري كوسيلة لتسيير العقارات الحالية، وإلا غرق الناس في محفظة ديون. إذن احنا حديثنا موجه لمؤسسة النقد يا جماعة الخير، احنا نتحدث على لائحة اتمنى فعلا يكون تطبيقها بالشكل المطلوب، لكن يتم إعادة النظر من مثل هذه اللوائح اللي تتناس يعني الآن عكس يعني المجتمع والشعب يتمنى يكون في تسهيلات بطريقه معينه، الان احنا يعني زي التصادم، ما نبغى نرجع الى منطقه البنوك وبالتالي حتى تساهم في تضخم مثل المواضيع. انا اخشى انه يعني كانه في شيء من التحيز للبنوك، انا وهذا الكلام قلناه من البدايه من صدور النظام، تكليف مؤسسه النقد بالرقابه على شركات التمويل، انا اعتقد انه في شيء من تعارض المصالح، لكن المشكله انه ما عندنا مؤسسه الى الان ننادي بوجود مؤسسه للتنظيم العقاري. صحيح. بالعموم خليني اعرج على اخر نقطه اذا تسمح لي في النظام، ويمكن واحده من اخطرها. نظام يعني اليه عمل شركات التمويل العقاري تستند على التصكيك وتدوير راس المال، بمعنى اذا الشركه راس مالها مليار فهي تبيع قروض 1,000 بيت مثلا بقيمة 1,000,000، استهلكت رأس المال تسككها تبيعها في السوق الثانوي عادة للبنوك التجارية ولمؤسسات التقاعد، تدور رأس مالها وهكذا تقرض وتقرض وتقرض. صحيح. وهكذا تستمر. ما النظام ينص صراحة على البند الثاني، مع العلم أنها خفضت شرط رأس المال
الى 200 مليون ريال بدل 500 مليون ريال. نعم. لكن تجي في الماده الرابعه والخمسون تقول لا يجوز ان يزيد مجموعه التمويل الذي تقدمه شركه التمويل على 5 أضعاف راس المال. اذا هي حدت من قدره الشركه صحيح على التمويل بانها حدت، يعني اذا كانت شركه راس مالها 200 مليون فهي لا تستطيع ان تقرض اكثر من مليار، 5 أضعاف. واذا كانت تعيد تحصيل الاموال على مدى 25 سنه هي طويله الاجل، اذا في 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 تعارض واضح ما بين هيكل عمل الشركه التمويل العقاري والتشريعي اللي حد من قدرتها في التدوير. نعم. شركات التمويل العقاري هي شركات تدوير أموال، إدارة أموال، ولا تقرض رأس مال. آخر نقطة إذا تسمح لي فيما يخص نظام المكاتب العقارية، طبعا هو لم يصدر إنما اعتمد من مجلس الشورى، وأنا أعتقد أنه هذا نظام ملحوق، يعني أتعشم في هيئة الخبراء وزارة التجارة صدر مجلس الشورى يعني أن يراجع ويراجع بفعالية. نعم. هناك خلل كبير جدا في مفهوم عمل المكاتب العقارية والوساطة. الوساطة في المكاتب العقارية وساطة غير عادلة. المكاتب العقارية يعني بغض النظر عن قضايا الاحترافية وسيطرة الأجانب والنظام، مفهوم السعي والدلالة سبب رئيسي في تضخم أسعار العقارات، لأنه يخلق مصلحة عند المكتب العقاري من بشكل مباشر. الغياب المعلوماتية والتوثيق والأخير يخلق عند صاحب المكتب العقاري أيضا يعني نزعة لإخفاء عيوب العقار لتمرير السلعة وخلاخ. نظام مكاتب العقار لم يميز الأنشطة العقارية المختلفة. نعم. والأهم من ذلك أنه لازال يسمح للمكاتب العقارية بالقيام بالتقييم العقاري. نعم. مع العلم أنه نظام هيئة المقيمين نعم مهندس خالد، حنا نوجه حديثنا للمسؤولين يا مؤسسة النقد الله يعطيكم الصحة والعافية على هالقرارات اللي موجودة واللي أكيد تصب في مصلحة المواطن ومصلحة الشعب، لكن إذا حنا اهتمينا بالرهن العقاري فوق ونسينا الخلل اللي موجود الآن في منظومة العقار اللي حنا عارفين من المستأجر الصغير إلى أكبر المستأجرين، خلونا نحط جهة تهتم بالعقار وتنظم موضوع العقار، وبالتالي إن شاء الله راح يكون الرهن العقاري وحتى مشاريع مشابهة للموضوع تساعد المواطن. مهندس خالد العثمان الخبير العقاري والرئيس التنفيذي شركة مبادرة السعودية للتنمية، شكرا لكم حضورك، ما عاد عندي وقت، يعطيك العافية. شكرا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، وذكر أنه زميلي علي العلياني لم يكن متواجد، إن شاء الله يكون معكم الحلقات القادمة. أنا بالنيابة تقبلوا تحياتي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء.